ورجعنا لكم تاني مع بعض. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم قوي، موضوع تساقط الشعر. الحقيقه موضوع كبير وواسع قوي، هنحاول نلخصه في دقيقه في الحلقه دي. وعشان كمان نكون نوريكم حاجه جديده، هيكون معانا ان شاء الله حاله من الجمهور معانا النهارده. الحاله دي هنوري عليها الاختبارات اللي بنعملها للشعر عندنا في العياده بالديرموسكوب او بنشوف بيها عدد الشعر، وهنوري كمان اجراء بنعمله من حقنا للشعر بوسيله معينه. النهارده هيكون معانا حاله من الجمهور هنختارها ان شاء الله بعد ما نقدم مقدمه بسيطه جدا عن موضوع تساقط الشعر. تساقط الشعر مشكله كبيره قوي قوي قوي، كتير من الناس بيعاني منها. زي ما بنقول كده، لما بتجيلنا حالات في عيادات التجميل بتاعتنا دايما تشتكي من كل حاجه. انا عندي حبوب، انا عندي في بعض التجاعيد، بعض الاثار، بعض الالوان، التصبغات، في مشكله التهابيه في وشي، وفي اخر العياده خالص ونسيت شعري بيقع. طبعا تساقط الشعر هو مشكله كبيره قوي ومشكله واسعه قوي، يمكن بيعاني منها كثير الرجال والنساء. لو نحب نقسمها تقسيمه سهله عشان الناس تكون مركزه معانا او فاهمه اكتر، تساقط الشعر انا بحب اقسمه دايما لثلاث حاجات مهمه كبار قوي. اول حاجه المشكله الوراثيه، اللي هو بيكون مصاحب ليها الصلع الوراثي سواء رجالي او نسائي، والفرق بينهم ايه هنتكلم عنه باختصار. تاني مشكله هي مشكله تساقط الشعر نتيجه مشكله عضويه. يعني ايه؟ حاجه داخليه جوايا زي نقص الحديد، زي الغدد الدرقيه، زي مشاكل الزنك، مشاكل فيتامين د، ومشاكل اخرى صحيه ممكن يكون ليها تاثير مباشر وغير مباشر على ان شعري بيخف او بيضعف او بيرفع او بيقع. اخر مشكله واهم حاجه من المواضيع الكبيره هي المشكله الموضعيه. يعني ايه كلمه موضعيه؟ في مكان الشعر نفسه، هل في ضعف في مصيبه الشعر، هل في قشره، هل في التهاب في مصيبه الشعر، هل في اي مشكله مؤديه الى تساقط. نيجي لأهم حاجة كله بيسأل عنها، المشكلة النفسية. تاني عايز أوضح الحتة دي بالذات، المشاكل النفسية لا تؤدي إلى تساقط الشعر ولكنها بتزيد المشكلة أكتر. يعني إيه؟ يعني لو عندي مشكلة نفسية أو ضغط نفسي بيعمل لي حاجة اسمها الثعلبة، اللي هو فراغ في الشعر غير موجود في الشعر. لكن لو أنا شعري بيتساقط وده مأثر عليا نفسيا، أو حصل لي صدمة عصبية، أو حصل لا قدر الله مشكلة في الامتحان، مشكلة في أحد الناس الأعزاء، أو في مرض شديد أو كده، الحالة النفسية السيئة والاكتئاب بيزود المشكلة ويخليها تتفاقم. يعني لو أنا عندي تساقط الشعر نتيجة عامل وراثي، أو نتيجة مشكلة عضوية زي ما اتفقنا، أو نتيجة مشكلة موضعية من التهاب، وهذه المشكلة من تكرارها أو إن أنا زهقت أو بقالها فترة ضغط عليا نفسيا، ساعات كتير بتأثر عليا نفسيا، بتسبب لي شوية اكتئاب، تخلي مشاكل تساقط الشعر تزيد. يبقى أنا عايز أوضح الحتة دي، إن أنا لما باجي أبص على الشعر، أنا أول حاجة بشوف الباترن أو الشكل أو المنظر اللي الشعر بيتساقط بيه، وفي هذه الحالة أنا بقدر أشخص العامل الوراثي اللي عامل لي تساقط شعر، سواء كان تساقط الشعر الرجالي والفراغ اللي موجود قدام او الفراغ اللي موجود ورا هنا او الحته اللي كلها فاضيه بيبقى منها المكان ده. وده حلوله بتكون ان انا بحاول ااجل الموضوع. العلاج بتاعه مهم جدا، انبه وابقى عارف ان العلاج بتاع تساقط الشعر الوراثي مستمر معايا على طول. هذا مرض مزمن، هذه مشكله مزمنه، انا محتاج العلاج طوال العمر ما بيقفش عشان ما يحصلش نوع من اللخبطه. مختلف تماما عن تساقط الشعر نتيجه مشكله اخرى، مجرد ما صلحتها هيقف السبب اللي كان بيقع منه الشعر، هيعود كما كان وافضل، ونحاول نحافظ عليه وما نرجعش للمشكله دي تاني، سواء كانت التهاب في فروه الراس، سواء كانت مشاكل موجوده في فروه الراس، في قشره الراس، في بصيله الشعر. لو بتكلم عن التساقط الوراثي، البند الاولاني اللي اتكلمنا عنه ده بند مهم قوي، العلاج مستمر فيه سواء رجال او نساء. ايه الفرق بينهم؟ سبحان الله، ده من نعمه ربنا. الستات ما بيصلعوش، يفضل الشعر يصغر يصغر يصغر، لكن بيكون رفيع قوي. وبحب اشبهها بالغابه، الغابه اللي جواها شجر جميز كتير قوي تحس انها مليانه، ونفس العدد من الشجر ده لكن نخل رفيع تحس انها فاضيه، نفس المنظر بالظبط. الشعرايه قطرها اللي كان تخين عمال يرفع يرفع يرفع، فتلاقي ست شايفه ايه؟ فروه راسها باينه مكشفه، فتقول لي انا بقيت ارعى. ما تخافيش، مش هتقرعي، مش زي الرجاله اللي بيفضل يرفع يرفع لغايه لما البصيله تمتنع عن طلوع الشعر وتخف خالص. وهنا بيكون الحلول بتكون زرع الشعر. بنفس النعمه اللي ربنا انعمها على السيدات ان هم صلع الوراثي ما يخليش الشعر يروح خالص، بنقدر نحافظ عليه ونرجعه تاني، نفس النعمه ربنا انعمها على الرجاله ان جين الصلع الوراثي موجود في كل فروه الراس ما عدا المنطقه دي اللي ورا.
والمنطقه اللي ورا والجناب دي اللي بناخد منها بصيلات الشعر اللي بنعمل بيها زرع الشعر للرجال عشان نرجع الحاجه. يبقى في نعمه للسيدات وفي نعمه للرجال المولى عز وجل انعم علينا بيها. نيجي للمشكله العضويه رقم 2. خلصنا الوراثيه بنتكلم على العضويه. العضويه دي انا بطلب فيها تحاليل هرمونات، غده درقيه، الانوثه، هرمونات الذكوره، لو في تكيس على المبايض بطلب اشعاعات، بطلب فيها اكتر من حاجه حسب الشكل اللي قدامي وحسب الحاله اللي قدامي والشكوى بتاعتها بعد الكشف. بطلب التحاليل والاشعاعات منها بصوره معينه، منها الحديد، منها الغبه الدرقيه، منها الزنك، منها فيتامين د، منها الهرمونات الانوثه والذكوره، منها هرمونات الغده النخاميه. بطلب حسب ما بشوف الحاله قدامي وبعرف منها المشكله العضويه عامله ازاي. وهنيجي للمشكله الموضعيه ودي هنشوف بيها حاله معانا النهارده زي ما قلتكم في اول الحلقه، وهنبص بيها ازاي انا بكشف عليها بنفسي وبشوفها بالجهاز كمان عشان اقدر احدد المشكله الموضعيه. اهم سؤال، هو انا ممكن يكون عندي اكتر من مشكله؟ اه الحقيقه ممكن الاقي عندي مشكله عضويه وموضعيه موجوده عندي مع بعض مسببين سقط الشعر. عشان كده انا دايما بمشي سيستماتيك او بمشي بنظام معين بختار بيه كل حاجه عشان اوصل لتشخيص المظبوط واوصل لتشخيص الصح المظبوط. وهيكون معانا حاله من الجمهور نختارها، اتفضلي معانا. ازيك؟ انت اسمك ايه؟ ازيك يا هايدي عامله ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه يا هايدي؟ 23. شكوتك تساقط الشعر. تمام. احنا دايما اول حاجه بنشوفها بنبص على هايدي بالنظر، بنسالها بعض الاسئله الهامه طبعا عن هل عندك يا هايدي اي مشاكل انيميا او عملتي صوره دم قبل كده او شفتيها خالص. تمام. يبقى احنا اول حاجه بنعملها دايما عشان بس نبقى واضحين ونبقى معانا الحاله عملي، اول حاجه بنعملها ان انا بتكلم معاها بشوف المشكله فين، بكتب لها التحاليل. تاني حاجه بعملها ببص على فروه الراس بالنظر، بقدر اشوف الشكل، لو في شكل صلع وراثي بيبان جدا معايا، لو مش موجود هنا الحمد لله مش موجود، يبقى بشوف بلاقي فراغات وبلاقي الشعر خفيف. دي اول حاجه ببص عليها بالعين المجرده. باجي بعد كده اهو بستغل الجهاز بتاعي ده اللي بيقربني جدا من فروه الراس. بعمله ازاي؟ الاختبار بتاعي بيكون كالاتي، بمشي بيه معاها بشكل معين او بطريقه معينه، بحط بيها نظام معين عندي اللي هو فكره ان انا ببدا بحاجتين. الحاجه الاولانيه ببدا عند مقدمه الراس، وبعدين بعمل نفس الاختبار على بعد 8 سنتي ونفسه على المكان ده، وممكن اعمل اجناب كمان. لما بعمل المقدمه بالشكل ده بشوف بيها فروه الراس بتاعتي، بشوف بيها الشعر زي ما احنا شايفين في الكاميرا بالظبط، شكل الشعر عامل ازاي او كثافته عامله ازاي. بفضل اقرب واشوف زي ما انتم شايفين العدد، بقدر اعمل كاونت، بقدر اخد صوره واضحه مبينه للكلام ده كله، واقدر امشي من مكان لمكان اشوف بيها فروه الراس، بعمل فوكس بعيد او قريب للمكان ده. هذا الاختبار بقدر اعمل بيه كاونت للعدد، بقدر اشوف بيه فروه الراس عن قرب، بقدر احدد بيها لو فيها التهابات او فيها بعض المشاكل الالتهابيه اللي موجوده، بشوف بيها قطر الشعر، لما بلاقيه مختلف عن بعضه في قطره او بلاقي ان عندها شعر تخين وشعر رفيع، بقدر اعرف ان انا عندي الشعر فيه مراحل مختلفه، لما بلاقي فيها شكل معين للشعرايه بعرف ان عندها مرض او مشكله معينه. بعد ما بعمل ده يبقى انا بصيت على المشكله الموضعيه وعملت التحاليل للمشكله العضويه وبصيت الاول بالنظر بعرف لو في مشكله وراثيه، خلاص وصلت لهذا التشخيص. ببدا اتكلم مع هايدي، بطلب منها التحاليل وابدا اقول لها. العلاج بتاعنا عموما هينقسم الى شقين كبار قوي. الشق الاولاني انا بعالج بيه مع هايدي اصل المشكله العضويه. بعد التحاليل لما بيجي لي الزياره الثانيه بشوف لو عندها نقص في الحديد، بتاخد انيميا مثلا، بتاخد حديد، فيتامين د او الزنك بتاخدهم كمرض كحاجه تعويضيه، لو في مشكله في الهرمونات موجوده لازم تتظبط مع الدكتور وبعرف المشكله فين، لو عندي تكيس على المبايض او عندي اي حاجه بروح لدكتور النساء يظبط القصه دي، وابدا اشوف انا المشكله الموضعيه بتاعتي اللي موجوده في فروه الراس ببدا اعالجها. بعالجها بايه؟ ثلاث مراحل مهمين جدا انا عندي ثابتين. رقم واحد الحقن الموضعي، وده هيكون معانا النهارده، بنحقن حاجه زي الجراس فاكتورز او المواد البنائيه او مستخرج الخلايا الجذعيه. ما بنحقنش خلايا جذعيه، مستخرج الخلايا الجذعيه، وده بنحقنه في الدماغ. بنبطل نحقن بالسرنجه، بنحقن دلوقتي بحاجه اسمها الدرما بن، بتبقى غير مؤلمه. رقم 2 ببدا ان انا اديها حاجات بالفم بتزود
كثافة الشعر أو بتشتغل على نمو الشعر أو قدرته. رقم 3 العلاجات الموضعية اللي كلنا بناخدها تتمحور حوالين شامبوهات وكريمات ولوشنز. النهاردة هنكون معانا شكل إزاي بنشتغل بالديرما بان. بنملى الجروس فاكتورز المواد البنائية في السرنجة معايا بالعدد الكافي لشعرها، وبنشتغل بالديرما بان على العمق بتاعنا. الديرما بان ده طول سهل قوي موجود في معظم العيادات، بنشتغل بيه بالعمق اللي احنا عايزينه، حاجة سريعة قوي ما تشكش. بيبقى الشغل بتاعي كالآتي مع هايدي، ببدأ أحط النقط بالراحة خالص على فروة راسها وأبدأ أشتغل بالراحة وأدخل المادة بتاعتي بالديرما بان ده. يا ترى احنا شايفين مع بعض شغالين ازاي؟ بنمشي على الشعر خط خط من قدام لورا بالمنظر ده. بطلب منها بعد ما بخلص الجلسة لو سمحتي لمدة 24 ساعة، أنا مطالب إن أنا ما بغسلش شعري، باخد بالمشط بتاعي حتة كمان أو خط كمان وأبدأ أشتغل خطوط طولية للشعر بالشكل ده، إني بحط المادة بتاعتي وبدخلها بالديرما بان. في ألم يا هايدي؟ مؤلمة؟ هي مش حاسة بحاجة؟ بيحسوا الحقيقة بفايبريشن أو زي حد بيزغزغ دماغهم أو زي حد بيضحكهم. هايدي كمان بتضحك. فاحنا بنشتغل بالشكل ده وبنغطي فروة الراس كلها بالديرما بان ده. طبعا يعني لو حبيتوا تقربوا، هو ده عبارة عن حقن بتشك بالظبط بنفس السنون، ولكن من سرعتها السريعة بتحسي كأنك مفيش شكة موجودة معانا. بنخلص الجلسات بتاعتنا، بتبقى جلسات على فترات معينة، ممكن نشتغل بالجروس فاكتور، ممكن نشتغل بالخلايا مستقبل الخلايا الجزئية، ممكن نشتغل بالبي ار بي او البلازما اللي بنعملها او اي مالتي فيتامين تاني.